مطلع شهر آذار الحالي شهد تطورا أمل منه قاطنو محافظة إدلب الكثير، حيث سيرت القوات التركية في الثامن من الشهر الحالي أولى دورياتها في المنطقة منزوعة السلاح في إدلب. ومنذ ذلك التاريخ وحتى 22 من شهر آذار سيرت تركيا 6 دوريات عسكرية، آخرها انطلقت صباح الجمعة وجالت بين نقطتي العيس والراشدين بريف حلب الغربي وفقا لما أكد مراسل حلب اليوم. تسيير الدوريات تم بمرافقة طيران الحربي التركي الذي حلق في أجواء ريفي حلب الغربي والجنوبي والمناطق الحدودية بالتزامن مع تحليق طيران روسي في أجواء المحافظة. الدوريات الروسية ارتفعت وتيرتها خلال الأسبوع الجاري، حيث تم تسيير 4 دوريات، الأولى مطلع الأسبوع الجاري وانطلقت من ريف حماتة الغربي وصولا إلى ريف إدلب الغربي في منطقة شتبرق. أما الدورية الثانية فقد انطلقت يوم الاثنين بين الراشدين والعيس، والثالثة كانت يوم الثلاثاء بين مورك والتمانعة. 6 دوريات تركية بالمجمل لم تمنع تصعيد النظام وقصفه على إدلب، حيث شهد الأسبوع الماضي قصفا مكثفا أسقط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. وفيما تجول الدوريات التركية بريف حلب الغربي شهدت مساجد الحويز والحرية والتوينة والشريعة والكركات وجسر بيت الراس بريف حماتة الغربي إلغاء لصلاة الجمعة بسبب القصف الذي لم يهدأ، لتبقى ثمار تسيير الدوريات التركية غائبة عن قاطني إدلب الذين يرقبون قادم الأيام بحذر.